السلام عليكم. الحمد لله هذا العام ان شاء الله غادي نحتفلوا براس السنه، لان السنوات الماضيه كانت كورونا يعني عانينا بزاف. الحمد لله مراكش رجعت الايام ديالها. كنحاولوا ان شاء الله حتى حنايا نفرحوا براس السنه، وان شاء الله راه سون 13 ومطعم ارماني في كيليز ان شاء الله راه الحجوزات قربوا يتساليو، وان شاء الله راه بالنسبه للحجوزات قربوا يتسالاو، ما بقى والو. كنطالبوا من الناس اللي بغاو يجيو انهم يديروا الريزرفاسيون حيت الحجوزات قربوا يتسالاو ان شاء الله. بالنسبه للخدمه في ليله راس السنه كتكون يكون اكتضاض، ولكن حنا قادرين اننا نجيرو مسائل ديالنا. المعلم عبد الله عطينا الخطه باش غادي نخدمو لا في السونتريز ولا في ارماني، باش نسيرو المطاعم بجوج على احسن وجه، وباش الزبون حتى هو يجي مرتاح وياخذ هذاك الشيء اللي بغى ويمشي مرتاح. وجيب الناس مثل المعلم عبد الله فنانه كبار، منهم نعمه العبديه وميم الغجاري اللي طلبوا بهم الجمعيه المراكشيه. داك الشيء علاش غادي تكون ان شاء الله سهره ممتازه ممتازه. جيو كنتسناوكم ان شاء الله باذن الله تعالى. لا لا اسمح لي، حنا ما تنفرعنوش في راس العام، حنا بالعكس تنبقاو دائما محافظين على الزبائن ديالنا. تنبقاو حلاش حيت لو كليون سي تنغوا، خصنا نحافظوا عليه، خصنا نتهلاو فيه بزاف ديال الحوايج. لان المعلم عبد الله عطينا توصيات اننا نتهلاو في الزبائن، ما نزيدوش عليهم في الثمن، يكون كل شيء هو هذاك باش الزبون حتى هو يمشي مرتاح، باش اللي عنده يجي واللي ما عندوش حتى هو يجي. هذا هو الشعار ديالنا، وهذا هو الشعار تاع المعلم عبد الله. وكان بين برك جميع المغاربه راس السنه، والحمد لله لاننا هذا العام قدرنا اننا نحتفلوا به، لان السنوات الماضيه ما احتفلناش به. هذا العام ان شاء الله غادي نحتفلوا به، والحمد لله كنلاحظوا ان مراكش رجعت للروح ديالها، بدات بشويه بشويه بشويه. ونشكر جميع المغاربه وجلاله الملك نصره الله والوالي ديال جهه مراكش، كنشكرهم شكر جزيلا جزيلا جزيلا. السلام عليكم، معكم عزيز فيصل. وعزيز فيصل اللي ماناجر مراكش، ماناجر بريفي، نخدم مع مغني الراي والشعبي وكل شيء. راس العام تيدوز في مراكش تيدوز واعر، وبالاجواء زوينه والناس فرحانه، كل شيء فرحان كبير صغير براس العام تيدوز طوب في مراكش. ومراكش ديما راه منوره وديما مبلبله وكل شيء زويون في مراكش. واخويا العزيز هنايا في مراكش في راس السنه اللي عيط لينا تنخدموا معاه، تخدموا مع محلات كبار، محلات صغار، ريستوران، بار، كباريات، كاع المحلات ديال مراكش تخدموا فيهم الحمد لله. وبالنسبه اخويا العزيز للفنانين اللي تيكونوا الاغلبيه كلهم تيكونوا شادين سهرات في اوروبا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا، كلهم الاغلبيه تيكونوا خدامين تما. قليل بعد الفنانين اللي ما تيخدموش على برا، تيخدمونا في المغرب. والحمد لله تنخدموا مع ناس مغنيين طراي دزاير، مغرب، خليجي، كلشي ديال الله. ايوا هادشي اللي كاين خويا العزيز. المعلم عبد الله عنده شلا محلات، عنده ريستورات بار، عنده كاباري، عنده ديسكو، نخدموا معاه كاع في المحلات. تيدوموندي لنا شي فنان تنجيبوه تيخدم تيمشي كلشي ديال الله. واخر سواريه دازت مع الشاب ممو والشاب دودو، تا هو راه كان معاه. خويا العزيز تنخدموا مع الفنانين الكبار كاملين وصافي، هادشي اللي كاين. التحيه للمغاربه من طنجه للقويره، وعاش سيدنا والله ينصر الاسره العلويه، وديما مغرب والله الوطن، عاش سيدنا والله يشد لينا بيديه، والله يطول لنا اللي في العمر، والله يجعل مولانا يشفيه ويخليه لينا ويخليه لوليداتي ويخليه للشعب المغربي كامل، وعاش سيدنا والله ينصر سيدنا. معكم احمد المغربي دي جي اللي عاش جوله بالامارات وعاش جوله فنيه بالمغرب، واول مره كنجي عند السيد عبد الله هنايا المحل ارماني سون 13 سوليتير، واول مره غادي نخدم معاه وشكرا بزاف. الاجواء الحمد لله انها تتكون سيرتو في المغرب تتكون اجواء رائعه جدا جدا، واجواء زوينه بزاف، وسيرتو مع المعلم عبد الله غيكون داكشي واعر بزاف. الحمد لله تتكون ديما اجواء رائعه، معروفه مع احمد المغربي، يعني اغاني عربيه خليجيه مغربيه، وكذلك معروف بالتكنو بالهاوس. محمود نعيم مطرب معروف غني عن التعريف ما سبق الذكر، فنان خليجي عراقي شرقي،
وهذا هو الحال. وراء السنه كما كيكون ديما كتكون الخدمه شويه كيكون اكتضاد، يعني بنادم كيكون عليه واحد الضغط شويه، ولكن الحمد لله كدوز الليله بخير وعلى خير. يعني مراكش كله عارف انه الخدمه كتكون يعني كيكون واحد الضغط الكبير، يعني اي مغني في مراكش واي مغني في المغرب كيكون عنده واحد الضغط اللي شويه. لا شوف، المحل كتكون خدام فيه على طول العام كتبقى خدام فيه، يعني الانسان يعني ما كيكون داك العمر يعني ديال المحل اخر انه يطلبك تخدم عنده وهذه وهذه، كتكون شويه ماشي لوجيك. كنقول المغاربه سنه سعيده على الجميع والامه الاسلاميه، وان شاء الله هذا راس العام يدوز بخير وعلى خير ويدوز احسن من العام ديال 2022 2023 ان شاء الله بخير وعلى خير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.